وقدمت العديد من البرامج في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية منذ ثمانينيات القرن الماضي، واستمرت مسيرتها لمدة 40 عام بصوتها المميز وبمحتواها الهادف. أهلا ومرحبا بك أستاذة. أهلا بك عزيزتي، كل عام وأنت بخير والجميع بخير. وأنت بألف خير يا رب. بداية يعني أستاذة سمراء، في هذا اليوم المميز إيش هي رسالتك؟ شو بتحبي تحكي لنا؟ الحمد لله الذي أوصلنا إلى مرحلة من التمكن والقدرة على الاستمرار في عملنا الإذاعي، والحمد لله بمسيرة طويلة أتمنى أن تكون مثمرة ومميزة. هذه المسيرة كل من يحاول أن يبدأ بداية صعبة يجب أن يتحمل كل الصعوبات والعراقيل والمتاعب التي يواجهها في البداية لكي يصل إلى ما يريد. طبعا ومتى ما وصل سيقول لا أريد أكثر، أريد أن أصل أكثر، أريد أن أتميز أكثر. فالحمد لله مسيرة الإذاعية تجعلني قادرة على أن أقدم نصيحة جميلة لكل من يحب أن يسير في طريق الإعلام الصعب، طبعا بأن يكون صادقا متمكنا باحثا جيدا مطلع دائما على كل ما هو جديد. نركز على قضية الصدق لأنها مثل ما ذكرتي الثقة أهم شيء بموضوع الإعلام، أن تكون واثقا بنفسك أولا ثم تثق بالمصادر التي تستقي منها وتأخذ منها الأخبار والمعلومات، لأنك ستنقل هذه الثقة وهذه المصداقية لأذن المستمع. أتمنى أن يكون شعارنا دائما الثقة والمصداقية في تناول أي موضوع أو أي مجال من مجالات الحياة. نعم أستاذة سمراء، يعني هل بتتذكري خلال مسيرتك الإعلامية موقف هيك شكل علامة فارقة في مسيرتك؟ المواقف كثيرة، المتاعب كانت كثيرة، الإخفاقات، حتى الإخفاق أو الهفوة أو الخطأ اللي كنت أقع فيه، كنت كيف لما تمدي لي حبل وأنا في مكان عميق ومن الصعب أن أخرج، أتشبث بهذا الحبل وأحاول أن أصل إلى ما أريد حتى ولو عانيت وتألمت. لكن عزيزتي مواقف كثيرة صعبة، لكن أذكر من المواقف الصعبة التي مرت بي في أحد الأيام هو يوم وفاة المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. نعم. قام الأستاذ الدكتور محمد المناصير بكتابة نص إخباري لحظة ما سمعنا بخبر الوفاة تحت عنوان جنازة العصر، هي جنازة العصر، وطلب مني أن أسجله بصوتي ليذاع بأسرع وقت. نعم. طبعا لحظتها أنا كنت أقف في ممر الإذاعة باكية غير مصدقة لخبر وفاة جلالة الحسين رحمه الله، لكن قدمت البرنامج بالفعل. طبعا كنت متأثرة وصوتي كان مليء بالحزن، وحاولت أن أمنع نفسي من البكاء أكثر من مرة أثناء التسجيل، ولكن تمكنت أن أكمل تسجيل الحلقة أو البرنامج هذا الذي يثبت بأننا أيضا كنا في حالات الطوارئ وفي الأحداث المفاجئة التي تحدث أو أي شيء، تجدين مثل خلية النحل الذي يكتب والذي يجهز المادة الغنائية، الذي يجهز المادة الكلامية، المذيع، هذا كل يهون المصاعب والمواقف اللي كنا نمر فيها. طبعا نعم، يعني أكيد كان موقف صعب، يعني رحم الله الحسين. طبعا بشكل عام الناس يعني يمكن ما بيدركوا اللي بيسمعونا عن المشاعر اللي إحنا بتكون جواتنا وإحنا عم نحكي وراء أو خلف المايك. كتير مهم إنه أيضا الصوت يطلع منه هاي المشاعر، خاصة إذا كانت المشاعر إيجابية. فأدي أو كيف ممكن المذيع توصل تعابيره ومشاعره للمستمعين ولقلوبهم؟ يا عيني عليك على هالسؤال الجميل، لأنه قمة التمكن عند المذيع تكون متى؟ أنا آتي إلى الإذاعة مثلا وأنا متعبة مرهقة، مثلا متعرضة لمواقف أو مشاكل، مهمومة، نعم مريضة ممكن، لكن المستمع ليس له ذنب بهذا كله. أنا علي أن بمجرد ما أجلس أمام الميكروفون أصبح أنا ملك لهذه الإذاعة ولهذا المستمع الذي احترمني واحترم إذاعتي ووضع مؤشر الراديو أو المذياع
على إذاعته ليستمع إلى ما يريده هو، إلى ما يسره، إلى ما يفيده. يجب أن تكون قدراتك عالية في هذه الحالة. ارمي كل شيء وراء ظهرك وكوني أنت المذيعة الفلانية، وابدأي بتقديم الخبر أو البرنامج أو بشكل مرضي مقنع صادق يصل إلى أذن المستمع بكل مصداقية. يعني أنا أعتبره أيضا المذيع وكأنه ممثل على فكرة. صحيح. ممثل باختيار طبقة الصوت، حتى إذا تريدين نعتبره مطرب أيضا باختيار طبقة الصوت المعينة، باختيار الإحساس المطلوب. أنت عندما تقدمين برنامج إخباري غير عندما تقدمين برنامج منوع، غير عن البرنامج الديني، غير عن كل برنامج وكل نص يحتاج إلى إحساس معين. بالضبط. طبقة صوتية معينة، هذا مع الحفاظ على مخارج الحروف طبعا واللغة العربية الجميلة التي نعتز بها دائما. طبعا. برأيك شو أهمية التدريب الإعلامي للمذيع قبل أن يخرج للجمهور، خاصة أنه حضرتك درستي الأدب الإنجليزي وأيضا كنت تعملين في الإذاعة بالعراق؟ نعم، أنا تتلمذت على أيدي أساتذة أيضا في العراق، كنت طالبة في الجامعة وبنفس الوقت مذيعة في إذاعة صوت الجماهير ومقدمة برامج أطفال في التلفزيون العراقي، فتتلمذت على أيدي أساتذة هناك. وعندما جئت إلى هنا أيضا في مركز التدريب الإذاعي الموجود في مبنى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون أيضا خضعت أنا بالذات إلى تدريبات، وبغض النظر عن كل الذي جئت به معي من العراق من خبرة ومن قدرات. فجميل جدا وضروري جدا أن يخضع المذيع لتدريبات وتمارين وتهذيب لقدراته، توجيه لأسلوبه في التقديم. هذا ليس عيبا، بالعكس هذا نوع من الصقل للموهبة، مثل النبتة. النبتة عندما تزرعيها ألا تحتاج دائما إلى تشذيب وإلى رعاية وسقاية لكي تنبت بشكل مضبوط؟ نعم. لا يكفي أن ترمي البذرة فقط في التربة، هذا كل المذيع كذلك. إلى أي عمر نصل ونظل تلاميذ ونظل نتعلم ونظل نحتاج إلى من يوجهنا؟ أنا هذا رأيي. نعم، يعني أوافقك الرأي بصراحة. حضرتك واكبت الإعلام الكلاسيكي والحديث بين الماضي والحاضر، كيف تقرأين واقع الإعلام اليوم تحديدا من حيث اللغة، المحتوى؟ هل تحديات اليوم برأيك تختلف عن الأمس؟ أنا طبعا محظوظة جدا والحمد لله أنني عاصرت فعلا جيل القدماء من المذيعين والمذيعات الأصيلين وتتلمذت على أيديهم، تعلمت بالذات المنوعات، كنت تلميذة لهم والحمد لله تخصصت أكثر شيء ببرامج المنوعات مع أني قدمت كل أنواع البرامج طبعا. الآن لا أخفي عليك، يعني هناك بعض الإذاعات أو المحطات التي تعتمد على اللهجة العامية، يوجد لهجة عامية تدخل بها الفصحى، يعني تدخل بها اللغة العربية الجميلة المبسطة بدون الحاجة إلى هذه العبارات التي لا أعتبرها مناسبة أو ملائمة لأذن المستمع، أو الضحك العالي، الصوت العالي أكثر من اللازم، أو رفع الكلفة. شوفي، يعني جميل أن يكون هناك نوع من التحفظ أو الاحترام أو الحدود بالتعامل مع بالحديث مع المستمع، أو حتى التعامل بين الزملاء بالإذاعة، أو مثلا يعني فني الهندسة المشرف على، لا يجوز أن أتمادى زيادة عن اللزوم بالحديث معه أثناء تقديمي للبرنامج أو مع زميلي، أو هذا رأيي وأرجو أن يحترم. أن شيء جميل أن يكون هناك حدود، نوع من الاحترام والحدود الجميلة اللي أبنيها بيني وبين المستمع ليحترميني هو أيضا. نعم. في اختلاف، أكيد في اختلاف كبير وللأسف، بس هذا يعني بعض الإذاعات قلت لك أو بعض المحطات الإذاعية، وهذا يبقى توجه هم أحرار به، والمستمع ذكي على فكرة. نعم. المستمع يعرف لمن ينصت ولمن يستمع،
يعرف لمن يرتاح ولمن ومن يصدق ومن يعجب به. نعم، يعني مثل ما قلتي حضرتك، يعني احنا ممثلين صحيح، لكن ممثلين بطريقة إيجابية، يعني ممثلين لكن صادقين، صادقين. نعم، وعندنا مسؤولية باللي منقدمه. وصدقيني، مؤشر الراديو أو الإذاعة سيغيره المستمع بلحظة ما يشعر بأنك لست معه على نفس الخط، سيغير المؤشر ولن يستمع لك أبدا. 100%. بنهاية حديثنا اسمحي لي هيك أطلب منك طلب صغير، حابين هيك تقدمي لنا خاتمة للقائنا لحديثنا بأسلوبك وصوتك للانتقال لموجز الأخبار بعد إذنك. بالضبط، يعني أبدا لم أتخيل أو أتمنى يوم من الأيام غير أن أكون مذيعة. أشعر أن الله خلقني وأعطاني كل هذا التميز ونعمة الصوت المريح لكي أخدم هذه المهنة التي أعتبرها حب وعشق قبل أن تكون مجرد مهنة في حياتي. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان هي أجمل عبارة قلتها في حياتي. شكرا لك الأستاذة الإعلامية سمراء عبد المجيد، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك عزيزتي، وكل عام وأنتم جميعا بخير، وكل تحياتي لكل الزملاء والزميلات من حولك. أكيد أكيد، شكرا لك، أهلا وسهلا. أهلا عزيزتي. برنامج مروحين مع يارا.